بدوره قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للتعويض عن خسائر الشهور الماضية بعد الحصول على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة. نستمع. Зараз будемо робити все, щоб компенсувати півроку, які пройшли у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, весь його терор проти наших міст, сіл, все це повинно мобілізувати нас, кожного в світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію. Дуже важливо, щоб всі наші домовленості з президентом Байденом були реалізовані на 100%. الحرب تستعر والمسيرات هي السلاح البارز الآن في المعارك الدائرة بين أوكرانيا وروسيا. كثافة ملحوظة ظهرت في استخدام هذا النوع من الطائرات منذ الأشهر الأولى من الحرب، فما تأثيرها؟ حرب الطائرات المسيرة سمة رئيسية للحرب في أوكرانيا، فعلى خط الجبهة تستخدمها كييف كما موسكو لضرب المعدات العسكرية باهظة الثمن. السلاح هو مما لا شك مثير للقلق، فالطائرة المسيرة ذات تكلفة منخفضة نسبياً بالنسبة لغيرها من الصناعات العسكرية، وهو عامل محفز للاعتماد عليها من كلا الجانبين بالنظر لاستمرار الحرب للعام الثالث على التوالي. هذه الطائرات أسهمت في فرض قواعد اشتباك جديدة وأرست استراتيجيات عملياتية تتوافق مع الأمد المتوقع للحرب بهدف إلحاق أكبر قدر من الخسائر المادية للعدو، فقد استهدفت القدرات القتالية وعطلت مراكز القيادة وقصفت المواقع المدنية التي يتعثر الوصول إليها عبر الوسائل العسكرية التقليدية. الاستخدام الموسع لها يجعل من القوات البرية أو أي معدات موجودة على الأرض أهدافاً سهلة، وبالتالي سيتمكن الطرفان من استهداف قوات الطرف الآخر دون أي احتكاك مباشر. وتقويضاً لتفوق الروسي في الحرب، طورت أوكرانيا بعض المسيرات القتالية ذات التكلفة المنخفضة نسبياً والبالغة نحو $2000 للمسيرة الواحدة، معلنة أنها ستنتج آلاف المسيرات بعيدة المدى قادرة على توجيه ضربات مباشرة في العمق الروسي. واقع فرض على روسيا تعديل تكتيكاتها هي الأخرى بعدما أدركت أهميتها، فأطلقت مئات المسيرات محلية الصنع، ووفقاً لمسؤول كبير في الناتو فإنها تنتج شهرياً ما بين 300 إلى 350 طائرة مسيرة هجومية انتحارية، إضافة إلى الاستعانة بمسيرات شاهدة الإيرانية، حتى أنها رفعت حجم الاستثمار في صناعتها ليصل إلى نحو $13 مليار، معتبرة أنه من أهم النشاطات الروسية الواعدة. ولكن رغم كل هذا، إلى أن المسيرات ليست قادرة حتى الآن على حسم الحرب، فوفق مراقبين يمكن النظر في مدى قدرتها حال أضيفت لها بعض التقنيات. على خلفية توترات تجارية متنامية مع بكين، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بشأن المناقصات الصينية حول المعدات الطبية بشبهة حصول ممارسات تمييزية في حق منتجاته. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه في حال لم تتوقف هذه الإجراءات التمييزية، سيسمح هذا التحقيق بمعاقبة الشركات الصينية في المناقصات الأوروبية. حذرت الصين من أن الدعم العسكري الأمريكي لتايوان يزيد من خطر حصول نزاع في مضيق تايوان، وذلك بعدما خصص الكونغرس الأمريكي مساعدة عسكرية بقيمة $8 مليارات للجزيرة. وقع بايدن قانونا يطالب مجموعة تيك توك العملاقة بقطع علاقتها مع شركتها الأم بايدانس، وعلى نطاق أوسع مع الصين خلال الأشهر التسعة المقبلة إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة. ومن جهتها قال أو من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك إن الشركة تتوقع الفوز بطعن قانوني لمنع التشريع الذي وقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.
قال المستشار أو مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن استمرار عمل تيك توك في الولايات المتحدة منوط بالانفصال عن الصين أو سوف تغلق المنصة بعد الانتخابات الأمريكية. The terms of the bill are straightforward. TikTok continues to operate as it is right now until such time as either there is divestment or the time that you referred to elapses. And so what we're focused on right now in implementing the bill is working through that divestment in a way that is consistent with the intent of the law and consistent with the national security concerns that brought the law into force in the first place.